طبعا الحديث مشوق حقيقه، بما ان احنا اليوم بنمر بجائحه كبيره ومثل ما ذكروا زملائي بان هناك تطور وفيروسات اخرى. اليوم نتساءل، في بلداننا لقحنا كثير من المضادات خاصه باللقاحات اللي اخذناها، شركات كثيره هناك نتعرض لاعراض تكون خطيره كانما هناك اصابه اخرى. يعني انا كان ما ابي اشي اروح القح لكن شفت روحي ارتفاع درجات الحراره، ضيق بالتنفس، كلها بسبب اللقاحات. البعض اصبحت تبحث عن اللقاحات اللي ما بيها يعني مثلا سايد افكت او اعراض جانبيه. وين الخلل هنا؟ شلون ممكن اختيار اللقاح؟ طيب الخلل مش في موضوع اختيار اللقاح. طيب خلينا نتكلم ان التكنولوجيا اللي بيتم بها انتاج اللقاحات هو اربع انواع مختلفه او اربع تقنيات مختلفه. اللقاح التجربه او التقنيه الاولى هي تقنيه ان انا اخد الفيروس واخليه ما هوش شغال وديه للإنسان، ويمكن هذه التقنية هي التقنية المستخدمة على مدار سنوات طويلة خالص، ودي يمكن معظم اللقاحات اللي بديها الأطفال للدول اللي عندها تطعيمات إجبارية اللي هو بقى ضد شلل الأطفال وضد الدفتيريا والتيتانوس، اللي هي التطعيمات اللي هي كلها من أول ما الأطفال اللي عندها بتولدوا بياخدوا التطعيمات الإجبارية، كلها منتجة بهذا الفكر أو بهذه التقنية. فالأمان بتاعها و استخدامها على فترات طويلة عارفين أخباره إيه، ويمكن كلنا عارفين الطفل يقول لك لما يروح يطعم أو هو يوميها تعلى درجة حرارته نص درجة ولا حاجة ويبقى قاعد نسميها حتى باللغة المصرية منيق شوية أو ما هوش طبيعي شوية، وتاني يوم خلاص الطفل ده، والطفل ده اكتسب مناعة ضد هذا المرض طويل المفعول، ما بتسمعش إن هو يروح ياخد تطعيم ضد التيتانوس كل 3 أشهر ولا كل 6 أشهر، خلاص لان اديته نفس الفيروس دوت بس مضعف على الاخر. ادي تقنيه، ودي هذه التقنيه اللي بنستخدمها عندنا، وعلشان كده في اللقاح المصري اللي هو الكوفيفاكس، وعشان كده الاعراض الجانبيه بتاعته غير موجوده.